ثورة على الأقل أن تكون هناك شراكة في الحكم. لكن للأسف الشديد هذا المجلس لا يمكن المسألة بما حمل على حقيقته، وهو جزء لا يتجزأ من النظام السابق وجزء لا يتجزأ من الدولة العامية. أنا بتكلم بقى على النظام الحالي، ممكن أن تكون هناك فشل وممكن تكون هناك سياسات إفشال لرئيس مرسي، ويمكن صناعة كل هذه الجماهير التي خرجت في 30 دنيا. ونحن نعتقد أنه في هذه الجماهير كان هناك من الجماهير السوية ومن الجماهير الغاضبة من لها حق في الخروج. أما هؤلاء الذين كانوا من النظام المباطن، وهؤلاء الذين صنعوا على أعين هؤلاء، وهؤلاء الذين صنعوا بشكل من الأشكال مغيبة عقولهم، فنحن نؤكد أن هذا الصنف كان لديه مطالب، وهي مطالب في هذا الوقت كانت مشروعة، ولكن لا يمكن تحقيق هذه المطالب بالانتخابات، ولكن يمكن تحقيق هذه المطالب بالانتخابات والاحتجاج. هل هيكون في زيارة في الفترة القادمة؟ نعم. زيارة أخرى والله تسأل الحبيب، هم يعرفوا إيه بالضبط اللي هم اتفقوا عليه مع الإدارات الأمر الواقع الذي يتعلق بالسجون وغيره. انا عاوز اروح المحاضره.